السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. عامر البارقي يكشف مفاجأة حدثت بخصوص ابنه بندر البارقي. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا ويصلكم كل جديد. كشف والد المبتعث السعودي بندر بن عامر البارقي أن ابنه الذي توفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تلقى تهديدا بالقتل قبل وفاته. وقال عامر بن علي البارقي إن ابنه وجد متوفى في سكنه السبت الماضي وإن السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية. وأضاف أنه تم توكيل محامي في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة القضية وتحقق الأجهزة الأمنية في مقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا في ملابسات الوفاء. وأضاف تلقى ابني تهديدا أكثر من مرة وأبلغنا بذلك وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة وتم حجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى شركات خطوط الطيران السبت. وذكر الأب أن الأحد كان موعدا مقررا لوصوله إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة ولقائه والدته وأخاه وذهابهم للعمرة، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته رحمه الله حسب موقع سبق السعودي. وأكد أن ابنه بندر كان متفوقا في دراسته وذا خلق رفيع وأنهم ينتظرون نتيجة الطب الشرعي لإقرار خط سير القضية ومن ثم إخلاء جثمانه إلى المملكة العربية السعودية. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.